لكم مشاهدي شاشة الشروق وين ما كنتم في صوت المغني. ونحن الليلة يعني المغنى له طعم خاص، وفنان الليلة عذب بعذوبة المكان وجمال الأبيض، أيضا وعذوبة أوتار العود التي عرف ببراعة عزفه على أو عزفه على هذه الآلة. الفنان الراحل خليل إسماعيل أحد العلامات الفنية السودانية وأحد المعالم المهمة والكبيرة بمدينة الأبيض، مثله مثل شخصيات وأمكنة الأبيض المهمة، حي القبة، إسماعيل الأزهري، محمد المكي، إبراهيم وغيرهم. مسيرك يا الهبين سلمي لي على الحبيب، سلمي لي على الحبيب، المهم تلقيه طيب. عروس الرمال الأبيض شهدت مولد الفنان خليل إسماعيل، وترعرع فيها ودرس بمدرسة القبة الأولية، ومنها انتقل إلى التدريب المهني بتمييز عالي ليتم تعيينه بإدارة الأشغال في عام 1945، ليصبح أسطى ماهر في مهنة البناء يشهد له بالأمانة وحسن الخلق. وأيضا كان للراحل خليل باع طويل في العمل بالمجال الرياضي، وهو من الأعضاء المؤسسين لنادي الموردة الرياضي بالأبيض. بالتأكيد شخص مثل خليل إسماعيل عليه رحمة الله، الناس بيكونوا عارفين عنه معلومات كثيرة، لكن دعوني أقدم إفادات أحسب أن بعض الناس ما ملمين بها، لكن لا سيما وخليل قليل الانتشار عبر وسائط الاتصال والصحف. خليل إسماعيل هو أول فنان أقام حفلا ساهرا كاملا في عاصمة كوريا الشمالية بدعوة من حكومة كوريا الشمالية، تقدم بها مستر كيم ومستر أوشان عبر وزارة الثقافة الكورية، وكان حفلا ناجحا. خليل إسماعيل شهد له أساتذة المعهد الكوريين حينما جاءوا يدربوا الفنانين السودانيين، شهدوا أنه يمتلك كنزا من ذهب. خليل إسماعيل إذا جينا نتكلم عنه كفنان وكإنسان، ما بيختلف خليل الفنان عن الإنسان أو العكس. خليل نشأته طبعا في مدينة الأبيض. مدينة الأبيض معروفة بأنها خرجت العديد من المبدعين أمثال خليل، وبطبيعة الحال خليل نشأ في حي اللي هو حي القبة، وزي ما يقولوا ناس الأبيض هو حي ناس الإسماعيلية. يعني نشأته كانت صوفية كحال أهل القبة عموما. النشأة دي خطت في خليل أو تركت في خليل العديد من الأشياء. كان هادئ جداً، وزي ما الناس بتعرف عنه أو الناس المقربين له
طباعه هادئة جدا، يكاد يعني إذا هو موجود كأنه هو ما موجود. هدوءه دخل له يكون بحب يعني ما دار أقول إنه هو إنسان انطوائي، لكن بحب الوحدة، بيستمتع بالقعاد براو كطبيعة الفنان المبدع. هو صوته الذي صنف كصوت أوبرالي، يعني يقدم الأوبرا. خليل إسماعيل حرفته بناء، يعني أول ما يعني في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وهو في عنفوان الشباب كان شغال في مصلحة الأشغال بمدينة الأبيض، وكان بناء، والناس يذكرون له بعض المنازل اللي بناها بإتقان شديد وبجمال شديد. رافق ظهور خليل إسماعيل العديد من الفنانين والموسيقيين بمدينة الأبيض أمثال إبراهيم موسى أبا، أحمد هارون، جمعة جابر، زين العابدين أحمد. بعدهم أتى جيل الفنانة أم بلين السنوسي. كان خليل إسماعيل منذ بداياته مطرب الأسرة والعائلة ثم مطرب المدينة، وهو بالتأكيد يعد مطرب وطن كامل. يا حبيبي بعض منه يا جديد.
هذه الأشياء، يعني نزعته الصوفية، طبيعة البلد يمكن تكون. هو زول كان حساس وشفيف جدا، وكل هذه الأشياء جعلت من خليل خليل يمكن يكون للما بيعرفه هو إنسان شاعر، غير ما إنه يكون فنان، هو ملحن أيضا. وبالإضافة لكده يعني خليل مدرسة. أنا ما دايرة أخش في نواحي بتاعت نقد فني أو غيره، ولكن اللي بيعرف خليل بيعرف إنه كان ملقب بفنان الفنانين، ومن النادر جدا تلقى إنسان يعني ممكن يقلد خليل بنفس طبقة الصوت اللي عنده، بنفس حاجاته بكده. برغم الحاجات الجميلة اللي فيه وفنه الجميل اللي عنده كده، خليل ما كان فنان من أجل المادة يعني. ويمكن برضو المقربين لخليل بيكونوا بيعرفوا كده يعني. ممكن عادي، أنا كثير من أصحابه بيحكوا لي، وكثير عندي عمي حمد اللي هو كان رفيق دربه يعني، وأكتر زول لصيق به جدا، ربنا يرد غربته إن شاء الله. فبيقول لي خليل بيجي أي زول عادي بخش نادي الفنانين ممكن يكون عايز خليل يغني له، وما عنده حق الحفلة يعني، فكان ما بيتردد يعني. الفنان الراحل الزميل الراحل المقيم الشقيق خليل إسماعيل، فقدناه برحيله انطوت صفحة كبيرة من كتاب الفن. وخليل إسماعيل كان حديقة وارفة، كان فنان تشكيلي، وكان خريج الخرطوم بوليتكنيك، وكان دارس للموسيقى وخريج معهد الموسيقى والمسرح في ذلك الزمان، وأخذ من أساطين الحقيبة وتأثر بهم، وتأثره كان أكثر وعلى شده بالراحل عبد الرحمن الريح. وأيضا كان معجب جدا بتجربة الراحل عمر أحمد، اللي كان عمر أحمد أيضا كان تتلمذ على يد عبد الرحمن الريح، وكان يعني معجب، وكان بيردد الأغنيات اللي كان بيرددها عمر أحمد زي ملك الطيور، وكان له رؤية في مسألة الأداء فيها، وكانت له محبة عميقة لعبد الرحمن الريح. أخذ من عبد الرحمن الريح وطور نفسه بالعلم، وقدم أعمال عظيمة ستظل خالدة في 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 المكتبة السودانية وفي الوجدان السوداني. وخليل كان فنان جاد. الأصوات السوبرانو وجماليات صوته حقيقة، ونقلاته يعني امتاز حقيقة بأبعاد نقلات موسيقية متفاوتة. يعني إذا جيت تغني له يعني تجد معاناة كبيرة جدا جدا في أنك أنت تقفز كل هذه القفزات النغمية يعني مع صوت خليل إسماعيل. ثم اختياره حتى للأعمال اللي بيجي يغنيها كان بدري عليك، وبعض الأغاني بتاعت الحقيبة، يعني كل أغاني اختيارات مختلفة تتناسب معه، بعد ذلك يسبق على شخصيته المميزة. خليل إسماعيل شخصية اجتماعية متفردة يعني، يتواصل مع كل أخوانه المبدعين، وكان زول مجامل من الدرجة الأولى حقيقة، ولا تجد مجاملة يعني هو يعتذر عنها، بالعكس كان حضور. لكن في نفس الوقت كان هو يتمسك بالفرقة الموسيقية المصاحبة، وكان يحرج العازفين يعني. انت ما حافظ طلعت في مجاملة، طبعا المجاملات انت ما اختيارك يعني، تجي تلقى فرقة موجودة تنفس لكل الناس، ولكن اذا في ناس حافظين له وفي ناس ما حافظين طالعين، فهو لا يتوانى انه يحرج حاجة الشخصي من على المسرح. وده كلام سليم يعني حقيقة، لانه نحن في السودان بنجامل يعني، حتى في شكل طرحنا وتقديمنا للموسيقى والتعامل مع الموسيقى لا تتحمل المجاملة. خليل إسماعيل الجميل صوتا، والماهر في عزف آلة العود، والقادر على إسعاد كل من حوله، المتواجد في لحظات الملمات، وهو فنان الفنانين ومطربهم وصديقهم في أوقات السعادة والحزن. مسيرة حياة مشاهدين للراحل خليل إسماعيل.
نستطرد الحديث عنها بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا. مشاهدينا، ينتمي الفنان خليل إسماعيل فنيا إلى جيل الستينات من بعد أو من القرن الماضي، وصوته مميز كمغني تينور، ولديه قدرات صوتية تكاد تدخله إلى السوبرانو من غير اصطناع. وبدأ حياته كغيره من المطربين السودانيين بترديد ما يعرف في السودان بأغاني الحقيبة، إلى أن قوي عوده وبدأ يشق طريقه بالعمل الفني الخاص، وأوله أغنية الأمان العذبة التي تعتبر ضمن أعذب الألحان السودانية. ومن بعد تعامل مع عدد كبير من الشعراء ومنهم الشاعر المشهور محمد علي أبو قطاطي، حتى تجاوز عدد أغنياته 18 أغنية أبرزها الأمان العذبة. وأنا كنت في الإذاعة وهو جاي أدوبك بشايل شنطته ويدوبك يعني نزل من القصر بتاعه جانا جلي ذا، قال لي أنا بسأل من شاعر اسمه محمد علي أبو قطاطي، قال لي هو ذاك تحت الشدرة في الشدرة كده في البوفيه في الإذاعة، فقام جاني قال لي له الفنان ده بيسأل منك ومرحبا لما قعدته لقاية ما انتهيت من مهمتي أنا في الإذاعة سكت، قلت له يا أخي راح كم معي بيتي في الجماير تمشي معي البيت، قال لي كويس ما في مانع، طبعا ما عنده محل ماشي له معين يعني، فمشى معي الجماهير قاعد معي يعني طول ايام وجوده في العاصمه هنا كان قاعد معي انا في الجماهير، فالحمد لله عرفت بالعازفين والفنانين الناس الاخوان اللي بيجوني في البيت يعني كلهم يتعرف بهم، وقاعد معانا لغايه ما يعني فجنبت اكتب له في يعني اكتب كل ما عندي طرابيزه كده بكل ما اكتب له ورقه اغنيه جديده ونص جديد هاي بيدعوا في الطرابيزه دي بتاع هو بيجي داخل يعني يكون ما فيش ولا حاجة، اول حاجه بحل للطرابيزه دي فيها شنو كتب شنو، يعني كل ما يكتب له النص يشيل ويمشي يلحن. بعد فتره كده واحمد زاهر طبعا الملحن متفرغ يعني شغله تلحين بس برضو بيجي مشي في الطرابيزه قال في ورقه يشيلها، فالاثنين اصطدموا في نص واحد اللي هو احمد زاهر لقى النص انت يا قلبي المتيم كنت خالي كنت نايم ما رئيس هدى الليالي اسمه عنوان درب المحبه نقله ومشى. خليل بعد وراه جاء لقى نفس النص ده شاله نقله ومشى قال يلحن فيه. بعد كم يوم كده جونين مشابكين مع بعض احمد زاهر لحنه بحفظه لاحمد الجابري وخليل لحنه لنفسه، فلقيت قلت لخليل يا خلي الاثنين خلي لهم النص ده وانا بفصل لك كلام نص يعجبك ويكون في نفس اللي يعني كل حرف قصاده حرف كل كوبلي قصاده كوبلي وفي نفس المعنى، قال لي كويس خلى ليون مشى يتغنى احمد الجابري بأغنية درب المحبة وخليل لحن الأماني العذبة. عيل في حي القبة الشهير بمدينة الأبيض منحدرا من أسرة اشتهرت بالمرح والطيبة والطرب، أسرة تضم العديد من المبدعين والساسة ورجال الدين والمجتمع أبرزهم الرئيس الأسبق إسماعيل الأزهري وعلي الأزهري والشاعر محمد المكي إبراهيم وآل الحلاج والسادة الإسماعيلية. ويعرف خليل إسماعيل بأنه شخص مرح وفكه وبعيد كل البعد عن مشاعر البغضاء والحسد، كان منضبط فنيا، كان يقدم الأعمال الرفيعة من جميع نواحيها موسيقيا ومن ناحية كلمات، كان لا يميل للإسفاف ولا للركاكة،
وكان حريص جدا جدا في مواعيده، وكان مزاجيا على فكرة. يعني لو ما كان موده بتاع الغنى حاضر ما كان بيغني مهما كانت المغريات. هو يغني دائما وهو مشتاق انه يغني، يغني دائما وهو متجدد. وعلى فكرة خليل من الفنانين اللي بيفاجئوا الأوركسترا وبيفاجئ نفسه وبيفاجئ الجمهور. يعني دائما يحب يمسك الميكروفون وهو فنان داخل على جديد، يعتبر الجمهور ده شافه لأول مرة، الفرقة الموسيقية لأول مرة، الأغنية بيعالج فيها لأول مرة وبأداء يعني جديد جدا مدهش جدا. خليل بعد ده كله كان اجتماعيا محب لزملائه، تربط علاقات خاصة بكل زملائه على فكرة. يعني كل الزملاء كل واحد بيفتكر نفسه انه هو صديق خليل الوحيد. انتقل اسماعيل من الأبيض الى ام درمان في اواخر الستينات ليملأ بصوته اثير الاذاعة، كما جرت العادة حين كانت الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة التي يصل عبرها الفنان إلى كل الناس. واشتهر بين زملائه بأنه مطرب الفنانين، بمعنى أن المغنين في السودان يغنون للناس، ولكنهم حين يودون أن يكونوا مستمعين فإن مطربهم المفضل هو خليل إسماعيل. أستاذ خليل إسماعيل يعني المساحة يعني لا تسع الحديث عنه، ولكن هو حقيقة فنان مختلف ومتفرد، وبدأ مسيرته الفنية في 58، وكان يعني زول بسيط امتهن الأعمال الحرة في الأبيض، وبعد ذلك انتقل الخرطوم وجاء في زمن العمالقة. يعني في هذا الوقت يعني هو عانى مر المعاناة في أنه يبرز صوته ويوجد لنفسه مساحة، والساحة كانت ملأة بالفنانين المتميزين حقيقة. يعني والفنان خليل إسماعيل طبعا له شخصيته الخاصة، شخصية ساخرة سخرية محببة وظريفة جدا جدا، ويعني كان ممكن ينجح في المسرح مثل ما نجح في الموسيقى. يعني مؤلف موسيقي بارع جدا جدا، وظهرت برضو عنده الملكة بتاعت الشعر. يعني أغنية جبل مرة من الأغنيات السودانية الخالدة، يعني فطاحلة الشعراء كتبوا عن جبل مرة كجهة ملهمة، ولكن يعني خليل إسماعيل فاقم حقيقة في تصوره. يعني الصورة ملأة باللوحات الفنية المختلفة. يعني خليل إسماعيل امتاز بخامة صوتية متفردة، طبقات صوته يعني يغني في القرار بنفس الجودة مثل ما يغني في الصوت العالي الحاد. يعني كان شفيف جدا، كان رقيق جدا. خليل من النادر انك تلقاه صار وش يعني بشوش، وحاضر البديهة وصاحب نكتة فورية كمان. فكل الحاجات دي جعلت منه انه محبوب للناس حتى الحوالينه في حي الحتانة. يعني حقيقي فقدوا خليل بالرقم من انه ممكن تكون قاعد معه وما بتسمع صوته. وحدته دي يمكن انطبعت حتى في اغاني، ولو يعني عنده غنية جميلة ومحببة لنفسي جدا، الاماني العزبة تتراقص حيالي والامل بسام يداعب في خيالي. عنده مقطع في الاغنية دي يكاد بيشكل كل الصورة بتاعت خليل، اللي هي عشت راهب بين تراتيلي وخشوعي. ففعلا هو عاش كأنما عاش في محراب لوحده. ما عايز أقول هو كان بعيد من الناس أبدا، بقدر حبه للناس، بقدر تعلقه للناس، بقدر يعني بشوش للطفل الصغير للزول الكبير. خليل جوا البيت وبرا البيت واحد، يعني نفسي طبيعته اللي هو في البيت فيها برا، نفسي تعامله مع الناس جوا وبرا. علاقته بالأبيض يمكن تكاد تكون شبه انقطعت، أو ما عايز أقول انقطعت، ولكن يمكن برضو لتقدم السن لحاجات كثيرة، ولكن بعد وفاة جدنا الكبير ووفاة الوالد وبعديها عماتي وكذا، يمكن زمان كان يعني في طفولتنا بتذكره أكثر من حسي، لأنه كان حتى في الأبيض بيجي ما عنده أي علاقة بأي شيء فني، كان بيجي عشان ما يستريح يقعد. بتذكره تحت الدومة بتاعت في بيت جدنا، بنكون كلنا نحن يعني يمكن أغلبية الأسرة بنات عماتي وأولاد عماتي وكذا، بنقعد إحنا يومنا كأنما إحنا في رحلة حقيقة داخل البيت. يعني